اشكرك يا كابتن سعاوي. كابتن ميشو، هارد لك النهارده. نادي الاتحاد عوده تاني للمربع صفر. كاننا بنلعب زي ما انت قلت بيست اوف 3 بقى، خلاص بيست اوف 5. تعادلنا 1-1. شايف اداء نادي الاتحاد النهارده ازاي يا كابتن؟ النهارده نادي الاتحاد مستواه طبعا بعيد تماما، واكبر دليل السكور من بدايه الجيم. يمكن نادي الاتحاد ما طلعش ليد ولا مره على نعم النادي الاهلي. صح صح. لو بصينا هنلاقي ان الجيم كله ما فيش ما انا بتكلم ليد أربعة بونت اللي هي النهاية. الأربعة خلاص كان يعني هو أحسن كوارتر يمكن عمله النادي الاتحاد، اللي هو الكوارتر الأخير حاطط فيه 25 بونت، وده أعلى أسكور يحطه في كسبان 11 نقطة الشوط الرابع النادي الاتحاد. كسبان 11 نقطة، ما احنا خلصنا 14 وبعد كده خلص 4، كسبان 10 25 15. هي أنا بتكلم إن الأوفنس أكتر كوارتر في الجيمين هو ده حاطط فيه السكور. ولكن انا بتكلم ان الجيم لو بصينا الجيم الاولاني الاهلي بقى ليد، وبعد كده الاتحاد يرجع يمسك في الجيم الاهلي يبقى. لكن النهارده من بدايه الجيم لحد ما نهايه الجيم الاتحاد ما طلعش ليد بونت. ده اللي انا بتكلم عليه. يعني الاهلي الاتحاد ما كانش كسبان بونت نادي. طب ده من وجهه نظرك سببه ايه؟ هل مثلا غياب دفاع من نادي الاتحاد؟ هل النهارده مستر اجوستي بوش استطاع انه يفاجئ نادي الاتحاد؟ يعني يمكن في تغييره في الشوط الرابع حصلت بنزول عمر طارق، وان بقى كل كره بتتلعب انسايد عليه. يعني النهارده كنا غير موفقين ونزل السكور لستة بونت، بعديها عمل التغييره دي التكتيكيه ان هو نزل عمر طارق تحت الحلقه، حط باسكت في تو شوتس، رجعنا تاني 10 بونت. فالنهارده مستر اجوستي يعني من وجهه نظري هو ادار المباراه بشكل جيد. غير عن المباراه الاولى، استغل المفاتيح. يعني المفاتيح بتاعه نادي الاهلي النهارده قدر مستر اوجستي يستغلها، وكانت واضحه، كانت ايجابيه. يمكن في نادي الاتحاد كابتن احمد عمر برضو نفس الكلام. خلي بالك هو بدا يغير المفاتيح ونزل بعبد الرحمن النهارده، فجينا عبد الرحمن خالد النهارده. عبد الرحمن عمل كامباك. بس الفرق ما بين هنا وما بين هنا التوقيت. التوقيت زي ما احنا قلنا الجيم اللي فات ان مهيب اتاخر وكان في تاخير، جه النهارده بدا بيه من الاول. نفس الكلام النهارده عبد الرحمن خالد. عبد الرحمن خالد كان ممكن يحل لك الشفره، الكلام ده يحله لك من بدري. يعني لو كان شارك من بدري ما انتش حافظه، نزل حط نفس الكلام نفس ونفس اللي حصل مع مستر اوجستي حصل النهارده مع كابتن احمد عمر. النهارده مهيب كان بدا في الاخر وبدا ودخل في الجيم وكان ليه دور فعال، بس اللي حصل النهارده ان بدا يبدا بيه الجيم في ان احنا نوصل 20 بونت، وصل ل 20 بونت. خلي بالك النهارده برده الاتحاد يعني عمل كامباك يعتبر كويس قوي النهارده. انت 20 بونت، 20 بونت كان الجيم خلاص. يعني 20 بونت في الشوط الثالث، ما انا بتكلم على كده. كان ممكن الجيم برده كان ممكن يرجع، وكان الموضوع كان ممكن الاتحاد رغم ان الاتحاد برده النهارده انا شايف ان هو سيء، ما كانش كويس يعني، ما سيء جدا. مقابل ان النادي الاهلي، لا النادي الاهلي النهارده من بدايه خطوطه مظبوطه، الديفنس بتاعه مظبوط، الاوفنس الى حد ما فيش نوع من الاستعجال، باستثناء كام كوره يمكن من ايهاب امين في نوع من الاستعجال شويه. المحترف بتاع الاهلي النهارده ومحترف الاتحاد النهارده الاثنين ادوا اداء محترفين. يعني النهارده ادوا المباراه هما الاثنين احسن من المباراه الاولانيه. يعني شكلهم براندون او ديكسون الاثنين لعبوا جيم، يعني عرفوا يشتغلوا مع الفرقه بتاعتهم. بس لا يمكن لعيبه النادي الاهلي ساعدت براندون، لعيبه الاتحاد اللي هي ما ساعدتش براندون.